جايز انا هشام. النهارده رجعنا لكم فيديو جديد في قناه تجارب هشام. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وزر الاشعارات عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا مع اول وصفه. طبعا انا مش عارف هو ايه الفرق ما بين ده وده. احنا كل اللي احنا مختلف ان احنا هنحط الوان طعام. هنجيب كيس بلاستيك نحط جواه بطاطس اسهل طريقة. بعدين نحط الكاتشب نحط جواه كده مع البطاطس. هنبدأ بالكمون. كمون الملح مش عارف في ايه. ملح وفلفل اسمر ومعانا اخر حاجة هي الوان طعام. هنحب وكفاية قوي كده. البطاطس بقى لونها اخضر. طيب هنحطه جوه الطبق ده كده. شكلها عامل ازاي انا هشوف بقى عشان ممكن الوان الطعام ما تفرقش ولا هتفرق معرفش بقى. اهو اوكي بسم الله. مفيش فرق والله العظيم. بطاطس وكاتشب وباقي الحاجات انا قيمها بطاطس عادية فقيمها مثلا 6/10. يلا اللي بعده. ومع الوصفة التانية معانا حلاوة حمضة. هناخدها كده دي كله لازقين في بعض. بنحطها كده ونطلع حبة كده. كمان واحدة نحطها نفس الحاجة كده. نحط سباتش ايوه كده. وتاني حاجة معانا هي دي الايس كريم الملون اللي احنا كلنا عارفينه. وي اعمل كده اهو. شكله حلو قوي. هنحطه كده. نحط 7 اب. ايه ده طلع سبرايت. انا بالنسبة لي نفس الحاجة والله. نفتح كده ونصب. طبعا دي ما كانتش في الوصفة اضافة من عندي. بيطلع باودر منها دايما. هنصب براحتك ايوه كده. بعدين هنفرد كده ايوه ونقعد كده. اوه اسمعوا ومع لحظة التذوق طعم حلو قوي. لا الصوت من هنا ومعانا. عشرة من عشرة جامد. فرقة من كتر ما هو جامد. اللي بعده طبعا دي اغرب وصفة هعملها في الفيديو ده كله. طبعا احنا معانا تاكس احمر وتاكس ازرق وفلفلاية واندومي كروز وطبخنا النودلز. طبعا اتفرجوا للاخر عشان نشوف التيك توك هيوصلنا لايه. طبعا احنا هنحط اندومي جوه هنا وبس كده. احنا دلوقتي هنحط تاكيس ازرق واحد اثنين من الاحمر هنحط واحد اثنين بس كده. جماعة شكله تحفة بجد يعني جامد. طب انا مش عارف يا رب الطعم يطلع عامل زي الشكل. بسم الله
حلو قوي الصراحه، جامد. ايه ده، انا عمري ما كنت متخيل انها تطلع حلوه. يعني تحفه بجد. شوف الشكل دلوقتي. انا قيمه 9/10. اللي بعده، الوصفه دي بيقولوا انها اسرع حلا. بيقولوا ان احنا هنجيب ميني كراسون، نفتحه ونحطه جوه، نشوفه رصيناه بالشكل ده. دلوقتي هنحط عليه حبه حليب مكثف. هنحط حليب مكثف، شوف شكلها عامل ازاي. دلوقتي هنحطها في الميكرويف لمده دقيقه. 1 minute later. طلعناها بعد دقيقه من الميكرويف، شوف شكلها بقى عامل ازاي يا جماعه، ريحتها خطيره بجد. وهنحط حبه قرفه، نجيب كده حبه دول، نحطهم كده بس، رش 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 حبه كمان عشان نتوزعوا بس كده. طبعا يا جماعه خلاص، هو ده كده الحل. خلصنا. طبعا اسرع حاله ممكن تشوفوه في حياتكم اهو. انا دي اهو شكلها عامل ازاي. بس عشان بسم الله، جامد. الحليب المكثف بقى عامل زي العسل كده، العسل اللي اسمه ايه، المسكر، كان مسكر مش قوي العسل اصلا. والنوتيلا اللي جوه، شوفوا طعمها حلو قوي كله مع بعض. 10/10، جامده. اللي بعده، والوصفه الاخيره معانا هي شيتوس ايس كريم. مش عارف ازاي دي هتمشي مع دي، وهنجربه خلاص. هنطحن الشيتوس، حضره زي ما انتم شايفين. انا عاوز حد يقول لي ازاي ده مع ده هيمشوا ازاي بالظبط، يعني ايس كريم وشيتوس. اكون صريح معاكم، انا مش هغمسه قوي عشان ما اضيعش الايس كريم. بس كده، انا خبزت كتير. اوكي اوكي بسم الله. مش عارفه استوعب الطعم والله، ما عارف الطعم غريب قوي صراحه. حلو. 7/10. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وزر الاشعارات عشان يجيلكم كل جديد. لو عاوزيني اجرب اي تجارب غريبه واطعمه غريبه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، انا عادي هجربها، تعجبني ما تعجبنيش. باي.